أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استوديو اليرموك. اليوم رح نظل في البلد، رح نظل نحكي في المواضيع المحلية ونحاول نقترب من بعض الأشياء المهمة اللي بدأت تتسلط الأضواء حولها أو بيحكوا فيها الأردنيين. بدنا نبدأ بقصة الحكومة والتعديل. هناك تعديل حكومي وحديث عن تعديل حكومي. طبعا قصة انه بده يصير تعديل، عمره مثلا ما وقف رئيس الوزراء وقال والله انا مقبل على تعديل، ما فيش هذا الحكي. تسريبات، بتنضج التسريبات، بصير في حديث انه تعديل، لكن يبدو انه في تعديل، يبدو انه التعديل قادم. واليوم فهد خيطان وهو احد يعني الكتاب المقربين من السيستم، من الحكومة، من القصر، بيحكي انه في تعديل. اذا هناك تعديل قادم في الاردن. أنا شخصيا ضد التعديل، يعني ضد فكرة وفلسفة التعديل في حكومة الرزاز. التعديل حق دستوري بالأخير وحق لرئيس الوزراء، أنه مش عاجبه مجموعة بينزلهم من هالمركب، بيطلع مجموعة ثانية. لكن الأردنيين والتعديل، هاي وحدة بدنا نحكي عنها في الأول. الأردنيين شو علاقتهم بالتعديل؟ هل التعديل يؤثر في مزاج الأردنيين؟ لا أعتقد. هل التعديل يجعل الحكومة أكثر إيجابية في نظر الأردنيين؟ لا أعتقد. هل التعديل سيلقى ترحيب من الأردنيين؟ لا أعتقد. بالعكس، التعديل الناس والرأي العام والفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي رح تنبس عن السلبي فيه يعني. وباعتقاد الرزاز بيعرف هالحكي وعمل أكثر من تعديل سابق، ورح ينبشوله على السلبي الناس يعني بطبيعتها، يعني بدون ما تكون موجهة، إنه هذا الوزير ليش قمته؟ طيب هذا كويس، وهذا الوزير ليش حطيته؟ طب شو مبررات إنك عملت التعديل؟ يعني لماذا أقلت هؤلاء الوزراء؟ لماذا لو تقدم لنا تبريرا؟ هذه الأسئلة رح تنطرح بشكل كبير. اثنين، اللي راح يروحوا الله سهل عليهم، اللي راح يدخلوا راح يكونوا عليهم تسلط الأضواء، وهذا مين وشو بيقرب لك وشو صداقتك فيه وهو إلى آخره. فقصة التعديل إذا الهدف منها أنه شوية يرتبوا أمور شعبية الحكومة، أبدا أبدا، هي ستعرض الحكومة إلى مزيد من النقد ومزيد من اثنين، الناس مش مهتمة. يعني هاي مسألة ثانية مهمة، أنه التعديل مش مهم. التعديل في نظر الأردنيين يعني ليس ذي بال، يعني بيجوز تغيير الحكومة إنه الناس تأخذه بعين الاعتبار وتفكر برئيس وزراء قادم. باعتقاد الناس مش مهتمة في قصة التعديل. الأهم من هيك واللي لازم يعرفه رئيس الوزراء إنه التعديل ما بيقنع الأردنيين ولا بيقنع الرأي العام ولا النخب ولا المقربين من الحكومة ولا الكل إنه راح يكسب الحكومة قوة. لا، الحكومة عاجزة الآن. هذا التعديل هل سيكسبها قوة؟ هل سيكسبها حيوية؟ هل سنرى مثلا خطة جديدة؟ هل سنرى في العمر المتبقي لها 6 أشهر إنه في شيء جديد؟ لا أعتقد، لا أعتقد. يعني راح وزير وجبت 4 وجبت 9، بيحكوا من 7 إلى 9، بدنا جبت 9، يعني جبت نص الحكومة جديدة. هل سيكسب ذلك الحكومة نوع من الحيوية؟ لا، الأردن مش هيك يعني، مش هيك. حتى لما الأردنيين أسقطوا حكومة الملقي في حركة الدوار الرابع قبل الماضي، في رمضان قبل الماضي، إذا تذكرنا الحكومة اللي إجت مع الرزاز 13-14 وزير من حكومة هاني الملقي. بمعنى أنه مش فاهم أنا شو اللي بيخلي الحكومة تفكر بالتعديل. يعني هاي واحدة من الأسئلة المهمة اللي ممكن نحاول نفكر ونجاوب عليها. لكن أنا ضد فكرة التعديل. التعديل مكلف، سيعرض الحكومة لمزيد من النقد، ملوش قيمة، ملوش وزن، لن يكسب الحكومة لا حيوية ولا في برامجها شيء جديد. ولا أعتقد أن هذا التعديل في شهر 11 معناته في موازنة مختلفة تحتاج إلى فريق اقتصادي مختلف، وبعرفش إذا التعديل رح يمس الفريق الاقتصادي. لكن قصة التعديل في الأردن يعني حق لرئيس الوزراء، ما حدا بيحكي أنه مش حق لرئيس الوزراء، لكنه لا أعتقد أنه يعني سيفيد كثيرا. السؤال، لماذا يقبلون على التعديل؟ ما الذي يجعلهم يفكرون بالتعديل؟ من الذي يريد التعديل؟ الرزاز ولا رئيس الحكومة ولا المرجعيات؟ يعني هذا سؤال مهم. يعني اللي بده التعديل الرزاز ولا المرجعيات؟ المرجعيات اللي بقصد فيها الخلفية اللي وراء الرزاز، اللي هي المرجعية اللي بتكون للبلد، القصر مثلا أو الأجهزة الأمنية، بدهم التعديل وليش؟ يعني هل بفكروا بتعديل؟ أنا بعتقد أنه ده الرزاز هو اللي بده التعديل، في عنده مشكلة، مشكلة في أدائه، مشكلة في صحة الصحة النفسية للحكومة في التعامل مع هذا الملف. يعني صار مسوي 4-5 تعديلات، لماذا هذا التعديل؟ يعني هل قد انت بسرعه بتزهق من هذا الوزير بتقيمه او بتستناه اخطائه؟ يعني معقول انت كل عمر حكومتك سنه وشوي، معقول انك تسوي كل هالتعديلات ولا لازم تعطي فرصه اكبر للوزير؟ انا اشك انه الرزاز هو الذي يريد التعديل. يعني اشك ان الرزاز هو
المتضرر والذي يريد التعديل، لأنه إذا هو اللي بده التعديلات معناته خياراته كانت خطأ. هذا واحد. أنا أعتقد شخصيا أن الذي يريد التعديل هي المرجعيات. المرجعيات عاجزة وغير قادرة على أن تسقط الحكومة كاملة. يعني حل الحكومة هو الشيء الناضج في المسألة. يعني إذا بدنا نقرأ المشهد الأردني قراءة عميقة، بعد قصة المعلمين وبعد فشل العام الكامل هذا 2019 في الملف الاقتصادي، بعد فشل قانون الضريبي وقانون الموازنة، أنا باعتقادي الذي يستحق أن يرحل الحكومة كاملة، يعني نضجت فكرة ومنطق ومستوى رحيل الحكومة كاملة. لكن المرجعيات ما بدها تضحي بالحكومة لأسباب متداخلة، من بينها أنا بدها تخلي الحكومة لنهاية دورة البرلمانية، يعني الأربع سنوات، يعني شهر 6 شهر 4، وقد تكلف هذه الحكومة بإجراء الانتخابات القادمة. إذن المرجعيات تشعر أن الحكومة أصبحت شعبيا غير مرغوب فيها، في عصلة مقطوعة مع الناس، وبعد أزمة المعلمين الأصل صار تبديل في الحكومة لكنها لا تريد، فتفكر بطريقة نفسية سايكولوجية على قاعدة تغيير حارس كرة اليد، أنه يصير يسوي تعديل على أساس أن الحكومة أجرينا فيها بعض التعديلات. قصة وليد المعاني ليست مبررة للتعديل، يعني بالإمكان الآن تكليف وزير مكان وليد المعاني، صارت في الحكومات ناس بتستقيل وناس بتستلم محلها، مش مبرر أنه تروح لتعديل واسع. لكن على ما يبدو أنه الدولة والحكومة والناس بدهم يروحوا لتعديل. أنا شخصيا شايفه في شنك، يعني مالوش قيمة، مالوش وزن، مالوش تأثير على الشارع الأردني، لن يجسر الفجوة بين الأردنيين والحكومة، لن يعطي الأردنيين أمل، بمعنى أنه ثاني يوم صبح التعديل ولا الأردنيين بدأ يبزغ عندهم فجر الأمل وبدهم يطلعوا هذا التعديل كيف سيغير حياتهم. لن يكون ذلك، يعني هذا لن يحصل عند الأردنيين. الأردنيين لا يثقوا في حكومات قادمة، حتى لو غيرت كل الحكومة في عندهم مشكلة. الأردنيين في ثقتهم في المؤسسات، في طبيعة وصيغة الحكومة، شكل الحكومة، الحكومة بطبيعتها بقوتها بولايتها العامة، كلهم الأردنيين عندهم ثقة، عدم ثقة فيها. الأردنيين لا يثقون بمؤسسات أقوى من الحكومة، باتت الآن هذه المؤسسات حولها علامات استفهام، ولذلك علينا أن نفهم هذا المزاج. فالتعديل يعني كم سيكون مكلف؟ أنا لا أعتقد أن التعديل ذا قيمة ولا ذا بال عند الأردنيين، ولا الأردنيين مهتمين فيه. الآن المهتمين فيه بعض النخب، بعض المستوزرين هذول اللي حابين يصيروا وزراء، بعض اللي لهم مواقف على بعض الوزراء مثلا، بعض الإعلاميين ووسائل الإعلام المحسوبة على الجهة الفلانية وفلانية، وصارت تسرب أسماء راح ترحل، وصارت تحاول تحط سيناريو مين بروح ومين بيجي، ويعني الصالونات السياسية المضروبة في عمان هاي انتهت زمان، لكنها لازالت بتحاول تنتج نفسها، بتحاول تروج لفلان وتعيق فلان وبتخوف فلان، وبدينا نشوف تسريبات أنا أعتقد أنها مش صحيحة ولا دقيقة ولا منطقية، عن أسماء ستأتي وأسماء سترحل، لا أعتقد أنها يعني المسألة صحيحة ودقيقة بهذا المعنى، لكن هذول المستفيدين فيه. أما الرأي العام الأردني والمستوى الشعبوي، الناس ولا عندي قريش خبر، يعني ولا مهتمين مين بده يجي ولا مين بده يروح. بجوز بعد التعديل تسمع بعض الفذلكات، فلان إجا وفلان راح، أكثر من هيك لا أعتقد أن المسألة تستحق. لكن أنا شخصيا لا أرى مبرر للتعديل، ضد التعديل ولست مع التعديل، ولا أرى أن التعديل راح يفرق كثير مع الحكومات، وباعتقادي أننا بحاجة إلى، لكن بدي أحكي عن قضية مهمة. أنا باعتقادي أنك إذا جمعت التعديل حطيته على جنب هيك مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية، هاي حزمة التحفيز الاقتصادي الأردني اللي عملوها بالإسكان وبالقطاع الإدارة العامة، وحطها مع المشاورات اللي صارت في القصر، أنا بعتقد إذا جمعت الثلاثة مع بعض ستكون النتيجة ماذا؟ عجز السيستم، النظام السياسي الأردني عجز على أن يشترح حلول تذهب إلى أصل المشاكل، فبالتالي بروح للسطح، يعني مش قادر يغير نهج الحكومات وتشكيلها فبروح للتعديل، مش قادر يغير فلسفة الاقتصاد ومش قادر يروح مباشرة إلى قصة تخفيض الضرائب ويقدم تضحية حقيقية، بالتالي بروح لحزم التحفيز، مش قادر يروح يعرف وين مشكلة الاقتصاد ويقرر يعني الذهاب إلى مكافحة الفساد وإنتاج اقتصاد مرتبط بالجيوسياسي وإعادة إنتاج السياسة الخارجية لتخدم الاقتصاد، فبروح لقصة ورشات ودردشات كأنه الأردنيين بحاجة أن ندردش أكثر. لا، الأردنيين أكثر ناس بيحكوا عن همومهم، وأكثر ناس بيحكوا عن اقتصادهم، وأكثر ناس بيحكوا عن حكوماتهم، والآراء لا تكاد يعني أي يعني ما فيش مجال إنك تعزم العصف الذهني، العصف الذهني جاري يوميا في الحال الأردني، والأفكار متداولة في كل مكان
ولكن بدها إرادة إنك تختار وتقرر وتبتعد عن قصة الإنكار. هذه هي معايير. لذلك أنا بشوف قصة التعديل مع قصة التحفيز مع قصة الورشات مش أكثر من إنها تساوي معادل موضوعي لعجز الدولة. الدولة عاجزة على أن تضع يديها على أو تؤشر أو تقبل أو ترغب بحلول حقيقية، فبالتالي بتروح ل يعني مسائل ليست حقيقية وليست واقعية. هذا بالنسبة للتعديل، يعني فتى علينا بعض الإشارات والجروح. بدي أروح لقصة العلاقة مع الكيان الغاصب إسرائيل. الآن الأردن اليوم تقريبا السادس أو السابع اليوم بعد ما استدعينا السفير، وإسرائيل ما ردتش، يعني ما لا أطلقت البنت اللبدي ولا أطلقت الشاب المعتقل ولا استجابت أي استجابة للطلب الأردني. طيب بعدين هل نكتفي الأيام القادمة في عندنا الباقورة والغمر؟ أنا بقول إنه المكاسرة هاي ممنوع أن تنتهي بهزيمتنا، ممنوع، مش مقبول ولا أبدا. اللي فاشل في الإنجاز في الداخل أوعى يخسر بقصة إسرائيل. خلينا نحكي بصراحة، حكومة فاشلة عاجزة في التعامل مع الداخل وملفاته مش لازم تفشل في هذا الملف. بعدين احنا حمينا وحمرنا عيننا وجبنا السفير استدعيناه، انا مع تقليص وجودنا الدبلوماسي وطرد السفير الاسرائيلي كخطوة اخرى، يعني انا مع التسخين اكثر، يعني الان اطرد السفير الصهيوني. وبنعرف انه تبع الامن القومي تبعهم موجود في عمان وفي حوارات، احنا لازم نطلع فايزين، ما فيش مجال حتى نستطيع ان نتأهل امام الجمهور الاردني ويقبلنا يا حكومة ويا دولة. لابد ان نفوز في قصة اللبدي والشاب اللي المحة وايضا في قصة الباقورة والغمر، ما في تراجع حتى لو اضطرينا ان نقطع علاقاتنا مع هذا الكيان، ما في مجال، يعني ما في الان امامنا شيء. اما قصة لا، انا باعتقادي ان الاردن الان واصل لمرحلة هسه بطلوا يحكوا عن المتسلل هذا، يعني انا ما بعرف ليش اصبح مكتوم او مسكوت عنه. هذا متسلل اجا، هم لما جابوا هبة اللبدي والمعتقل حولوا توقيف إداري، توقيف إداري ومحاكم عسكرية. هذا بنطبق على واحد موجود غاد عندهم بجنسيتهم، أما واحد أردني معه جنسية أردني ما بصير توقف وتوقيف إداري. يعني إحنا نجيب هالمتسلل هذا الصهيوني ونحوله لمتصرف لواء الشون الجنوبية ولا الشمالية وهو يحبسه، بصير هذا بالقوانين؟ بصيرش. ولذلك لازم نعاملهم بالمثل، أنا مع توقيفه عن طريق المتصرف، يحولونه متصرف المنطقة الحدودية ويحولوه أو حولوه لأمن الدولة. هذا المتسلل يجب الخروج من مرحلة التحفظ عليه إلى لحد الآن ما بطلوا يحكوا عنه، وزارة الخارجية حكت مرة وبعدين حولوا بعدين لمعتقل ووقفوا بالمحكمة. وخلينا نتحدث عن ماشي مقايضات، إيش ما مشكلة أن يكون في مقايضات؟ ذلك الأردن إياكوا أنكم تخسروا في هذه الملفات، راح تخسروا كثير أمام الشارع، وأنتوا أصلا خسرانين، أنتوا خسرانين في الوقت الأصلي حتى، مش بالضعب الإضافي ولا بضربات الجزاء، خسرانين أمام الناس، والناس شايف الحكومة بتقصر. فلذلك فرصة أنك ترمم شوية شرعية، ترمم علاقتك مع الناس، تشعرنا أنه أنت قوي، تشعرنا أنه إحنا بنرفع، يعني تشعرنا إحنا معنوياتنا صارت كويسة، لأنه المشاعر والكرامة الوطنية مرات بتخليك تعوض عن شغلات كثيرة. فلذلك هذه المكاسرة بديت أشعر أنها بتبرد ومش عاجبتنا. بعرفش إذا في بالداخل وساطات، لكن بتمنى أن نروح فيها لأبعد تصعيد، والناس وراكم، الناس وراكم، الجمهور الأردني والشعب الأردني كله وراء الدولة والحكومة والقصر إذا ما قرروا التصعيد مع هذا الكيان الغاصب. فصعدوا وأنجزوا، حتى لو ما أنجزتوش التصعيد لازم يروح لأبعد متى، حتى لو وصلت إلى تعليق الاتفاقية. لما ليش لا؟ مش إحنا كنا زمان نقول منواجههم بالاتفاقية؟ هاي الاتفاقية على المحك، وخلينا نفتح كل الملفات مع هذا الكيان الغاصب، وخلينا نوجه لطمة الاستعلاء، لأنه شايف حاله علينا مش مصدق هو، يعني بيتعامل معنا بطريقة، يعني أنتم ما مش ملاحظين أنه من ثلاث أربع سنوات نتنياهو كيف بيتعامل مع الأردن؟ استعلاء واضح، استعلاء واضح وغطرسة، لا سائل عنا بالقدس ولا سائل عنا بالمسجد ولا سائل عنا بالغور ولا سائل عنا بالحارس هذا اللي قتل الأردنيين في السفارة، ما سألش عنا. فلذلك لابد أن نوجه رسالة تكون تتناسب مع رغبة الناس وكرامتهم. هذا بالنسبة لقصة العلاقة مع إسرائيل. اليوم الوزير السابق الكاتب المحترم محمد داودي، أنا بحب محمد داودي شخصيا وبتعامل مع مقالاته بجدية، بنتقد الإخوان المسلمين إنهم شجعوا أو أنهم لم يدينوا العدوان التركي على سوريا، العدوان التركي على سوريا، يعني عملية نبع السلام الأخيرة اللي كانت. بدنا نعمل هيك عيادة إنتاج للمسائل يا أبو عمر وأنت المحترم المقدر. سوريا منطقة صيد حر، يعني
منطقة سيدحر. أنت ربطتها في مقالتك بالإخوان المسلمين ومصالحهم. على فكرة لو قرأنا المقالة وأخذنا مصالح المصلحة مرات يعني مهمة أيضا في المسائل، بس هي مش هيك. الأهم من هيك أن نفهم أنه سوريا منطقة سيدحر، يعني سوريا ليست جيوسياسي تبعها عذراء، يعني يتداخل فيها الكثيرون. نحكي بصراحة، الروسي موجود والإيراني موجود والتركي موجود والإسرائيلي موجود. لم تصدر الأردن طالبه ولو مرة إدانة لهجمة إسرائيلية على الأراضي السورية. ليش ما طالبته؟ ولا بس نطلع فقط على القوى الشعبية مثلا، على الإخوان المسلمين؟ يعني كم مرة طيران إسرائيلي انتهك الأجواء السورية وضرب؟ كم مرة أيمن الصفدي نرفز وحكى كلمتين بحق الإسرائيليين؟ ولا مرة. يعني مسموح للكل انه ينهشف سورية ويعمل فيها صيد حر الا الاتراك. واذا الاتراك الناس ما حكتش عنها بصير انه اخوان المسلمين زي بعض؟ ما هو خلينا نفهم احنا المنطق. اثنين، اليوم التباكي على الاكراد. صح الاكراد والاكراد خسروا، بس الاكراد صاروا بالفترة الاخيرة عملاء اسرائيل، يعني بتعاملوا مع اسرائيل. بدنا نذكرهم بتعاملوا مع اسرائيل واداة امريكا في سوريا. حاربوا الارهاب وحاربوا داعش، الكل حارب داعش. تركيا حاربت داعش، إسرائيل حاربت داعش، الأردن حاربت داعش، الكل حارب داعش. يعني مش معنى الأكراد بأخذوا وسام النقاء ووسام الطهورية إذا حاربوا داعش. لا، أصلا داعش مناطقهم، يعني إذا حاربوها في الرقة وحاربوها في دير الزور مناطقهم، لكنهم تعاملوا مع إسرائيل ولا ما تعاملوا؟ هذا سؤال مهم جدا. يعني هل هم أداة أمريكا ولا لا؟ هذا سؤال أيضا مهم جدا. طيب وين الخارجية الأردنية عن كل هؤلاء؟ ألم يكن في الأردن غرفة الموك؟ ما كانش عندنا غرفة هنا ودخلنا في سوريا؟ طب يعني إحنا والخليج والدول الثانية والأمور هاي، يعني الشأن الغشام. طيب بلاش. اليوم نائب بقول إنه استجابة النواب بخالفوا الملك، أوف، بخالفوا الملك وبخالفوا الدولة لما العدوان التركي بيوافقوا على العدوان التركي. إذا مو حدا سائل عنا إحنا إذا حكينا عن العدوان التركي؟ هو أردوغان سائل عن موقف عربي وجامعة عربية. أردوغان قوة مستقلة تستطيع أن تعرف مصالحها وأمنها القومي، ودخلت بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الروس ومع الإيرانيين ومع بشار، ودخلوا وطلعوا والعالم العربي بكاكي وبيحكي كلام ملوش علاقة بالسياق. لما الجامعة العربية أصدرت بيانها يا نائب، كانت الصحف السورية بتهاجم الأكراد ما بتهاجم الأتراك. بعدين هسه انت صحيت على القصة يا اخوي، وجه الاستجواب. انت بدل ما تدق بالنواب اللي بالعدوان التركي، وجه استجواب للدولة الاردنية. استجواب ليش لما اتفقوا مع النظام السوري يودوله وقود الامريكان وقفوها؟ وجه استجواب. اذا انك زقرت وجه استجواب. اسألهم شو غرفة المك وكداش احنا دخلنا بالملف السوري. اسأل أيمن الصفدي يا سعادة النائب اللي مش عاجبك الإخوان المسلمين ونواب الإصلاح انهم يعني بتحدث. اسأل أيمن الصفدي، هل هيك وجه له سؤال، هل طلبت يا أيمن الصفدي من الولايات المتحدة الأمريكية البقاء في منطقة التنف؟ أليس هذا دعوة لبقاء قوة أجنبية في سوريا؟ هسا إذا بدنا نفتح على بعضنا ونحكي نخلط الأوراق، لكن إن نظمنا المسألة بنحكي ببساطة. الأردن وغير الأردن، المسألة في سوريا ليست مسألة سيادة. السيادة في الدولة السورية معلقة، واللي علقها الأزمة السورية واللي علقها بشار لما جاب الروس والإيرانيين، ولما الأمريكان فاتوا أخذوا الأكراد، ولما الداخل الإسرائيلي في المسألة، ولما التركي الداخل. ولذلك أنت مرات تضطر تنحاز لطرف في هالمشاعر اللي صارت سوريا. مش أنت مع انتهاك حرمة سوريا، إحنا مع أي دولة عربية وحدودها وعدم انتهاك حدودها. الناس كلها مع هذا الكلام، لكن في سياق بسمح وفي سياق بسمحش. ولذلك تضلكش تفرد عضلاتك وتسول. يعني سعادة النائب، يعني أنا بنصحك أنك توجه سؤال أيمن الصفدي، إذا أنه عندك هالحرورية العروبية والكروموسومات هاي اللي موجودة، وجه له سؤال. قل له مثلا أنت ليش بتحكي للأمريكان؟ خلي جاوبك. مش حكى ترامب في إحدى خطاباته أن الأردن طلبت بقانا؟ هل طلبنا؟ اسأله إذا أنك أنت خايف على السيادة السورية. لكن حتى نضبط الإيقاع، وأنا بقدر ما يكتبه محمد داودي وهو أستاذ محترم ومقدر، لكن تسليط الضوء في هذا التوقيت على هذه المسألة المتعلقة بالإخوان تحتاج إلى نقاش، تحتاج إلى نقاش. يعني ليس مطلوب منا دائما أن ندين أي عملية خاصة في القصة السورية، لأن الأردن ما أدانش كل العمليات ولا حدا أدان الهجوم الإسرائيلي اللي صار. ب
بس حبيت أوقف على هذه القضية اللي مرات بتشعر إنه يعني الاصطياد هو المقدم أحيانا على ربما المواقف المجردة. نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود.